في الحقيقة الكابتن طلعت دي كانت رغبته بعد انتهاء المباراة اللي احنا خسرناها مع وادي دجلة. كان طلب ان هو احنا نعمل قعدة وقعدنا فعلا فترة طويلة جدا. يعني انا بحيي فيه شجاعته ان هو قال في عدم توفيق، احنا حاولنا مع الفئة ولكن انا حاسس ان انا مش موفق وان استكمالي المشوار مع الفئة مش في صالح كابتن طلعت. في الحقيقة ده كان طلبه وقال بمجرد التعاقد مع كابتن حسام ارجو ان انا اكون اول واحد بيهنيه، اول واحد بيتكلم معاه، ومجرد ما يوصل عايز اقعد ابقى معاه وفي ظهره اديله كل البيانات اللي هو عايزها. في الحقيقه كانت مكالمه اكثر من رائعه انا حضرتها ما بينهم واخدت فتره طويله جدا. ابناء نادي الاتحاد على اعلى مستوى وفيهم مدربين مانو في الدوري الممتاز وليهم نجاحات، ولكن بالنسبه للكابتن حسام كانت رغبته ان جهازه يكون الجهاز اللي هو متعود على التعامل معاه، وخاصه انه داخل على يعني معمعه كبيره ومطلوب منه ان هو يحقق نتيجه سريعه. ف بالمفهوم ده احنا لبنا له رغبته لان هو المسؤول وفي النهايه هو اللي هيتحاسب على عمله وعلى الاداء وعلى شكل الفرقه بعد كده. قعدنا فتره طويله وفي وجود الكابتن طلعت وبعض اعضاء مجلس الاداره وفتحنا مناقشه كانت في النهايه هدفها صالح النادي، احتياجات الفرقه، وضع الفرقه، مواصفات المدير الفني اللي ممكن يبقى موجود معاهم، انسب حاجه تكون في المدير الفني ده ايه. في النهايه كان في تلاقي لكل وجهات النظر ان كابتن حسام هو انسب واحد يقود الاتحاد في الفتره دي. الصدفه هي اللي جابت ان يبقى اول لقاء لهم مع نادي الزمالك، لكن انا بقول في النهايه دي رياضه ودي مباراه كره القدم، الكسبان فيها بياخد 3 بونت، اللي بيتعادل بياخد بونت، فهي زيها زي اي مباراه بالنسبه لنا. كابتن طلعت وصل لمرحله هو مش قادر يدي الفريق اكتر من كده لاسباب شخصيه تخص كابتن طلعت. حسام وهو لعيب كان بيموت عشان يجيب جون، وهو مدرب برضه بيموت عشان يكسب. انا محتاج هذه النوعيه في هذا الوقت بالذات. لعيبه نادي الاتحاد محتاجه واحد زي حسام حسن بيحب المكان اللي بيشتغل فيه، بيحب نفسه وهذا حقه. انا عاوزه يجي يحب نادي الاتحاد. مكالمه من الدكتور محمود مشالي، راجل طريقته راقيه جدا. نادي الاتحاد نادي كبير مش محتاج يبقى فيه وسيط. احساسنا بمكانه النادي الاتحاد واحساسنا بوجود المجلس ان هو في عندهم طموح، اعتقد هي دي اللي سهلت الامور كلها. دي جت اقل من ما فيش 24 ساعه دقايق. المباراه صعبه لمكانه نادي الزمالك كبير، زائد مكانه نادي الاتحاد. ماتشات الزمالك مع الاتحاد ماتشات كبيره، زائد زي ما انت قلت عشان المباراه فاضل 24 ساعه، زائد ان جهاز جديد اننا موجود مع الفريق لاول مره. كل الكلام ده مخليها المباراه صعبه، لكن الدوري السنه دي اي فريق اي فرقتين بيلعبوا، يعني هنلعب مع اي فريق غير نادي الزمالك او الزمالك او الاهلي او الفرق كلها، الماتشات كلها مش سهله. اتشرف ان انا بعمل مع كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم، والناس عندهم طموح كبير جدا في اي مكان بنروحه، سواء حققناه في الاردن، سواء حققناه مع الزمالك، سواء حققناه مع المصري. فهم جواهم طموح وجواهم حاله من السعاده ان هم جايين نادي كبير زي نادي الاتحاد، لان برضو كابتن حسام واثق ان النادي الاتحاد فيه مجموعه لعيبه محترمين يقدر يعمل منهم حاجه، وان شاء الله ربنا يساعدنا ونقدر نساعد كابتن حسام ان احنا نعمل حاجه كويسه. سعيد بوجودي في نادي الاتحاد وما بين جماهير نادي الاتحاد، والنادي الاتحاد اسم كبير وتاريخ كبير جدا في مصر وعلى وفي افريقيا وعلى المستوى الشرق الاوسط. ده فخر ليك انك تبقى موجود في نادي كبير زي ما قلت. احنا طموحاتنا ان شاء الله احنا بنحب ننجح، بنحب نشتغل، بنحب نجتهد، ولما موجودين في مكان بنبقى عايزين المكان ده ليه حسابات في دماغنا ان احنا نقدر ازاي نساعد بوجودنا مع المجموعه الموجوده، سواء الاداره الموجوده او من اللعيبه، ان احنا نوصل بالمكان المناسب اللي ليه بنادي الاتحاد. في سهوله سواء مننا او من الدكتور ومجلس الاداره، ما فيش عقد، ما فيش يعني مطبات، الامور سهله. هو راجل رياضي وراجل يعني كان مدرب طايره اعتقد، صح؟ لان انا عرفت منه، وراجل فاهم يعني ايه رياضه وفاهم يعني ايه الرياضه
ايه متطلباتها، ايه الظروف اللي انت بتمر بيها او الظروف اللي هتبدا فيها، فحسينا ان في تجاوب وحسينا ان الامور سهله ان شاء الله.